صنف كأنجح وأهم نجم في تاريخ الموسيقى على الإطلاق بالإحصائيات والأرقام التي لا تكذب. فلم يكن تسجيله لأكثر من رقم قياسي بموسوعة جينيس العالمية لأهم إنجازاته، فتحطيم الأرقام القياسية كان عادة دائمة لدى النجم الشهير. ففي عام 1984 حصل مايكل جاكسون على 8 جوائز غرامي في ليلة واحدة، وهي الجائزة التي يلهث وراءها مطربون آخرون طوال حياتهم. مايكل جاكسون مغن وراقص وشاعر ومنتج أغاني ورجل أعمال وناشط إنساني، صنف كأنجح مطرب في العالم لسنوات عديدة، وذلك لمساهماته التي لا نظير لها في مجالات الموسيقى والرقص والموضة، بالإضافة للحياة تحت الأضواء التي جعلت منه شخصية عالمية وجزءا من الثقافة الشعبية العالمية. ولد مايكل جوزيف جاكسون في أغسطس لعام 1958 في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان ترتيبه الثامن بين أشقائه 10 لعائلة أفريقية أمريكية من الطبقة العامة. عانى مايكل من طفولة صعبة للغاية، وذلك بسبب والده الذي كان دائما ما يتعدى عليه بالشتم والسب، ويروي أحد أشقائه أنه حمل مايكل في مرة من المرات من إحدى ساقيه وبدأ يدور به كأنه حبل، كما كان عادة ما يضرب أبناءه الذكور ويدفعهم بقوة نحو الجدران. يروي أحد أشقائه أن والده تسلل في مرة من المرات إلى غرفة مايكل مرتديا قناعا مخيفا، ودخل الغرفة صارخا لكي يتعلم مايكل وأشقائه ألا يتركوا الشبابيك مفتوحة لدى نومهم. ولعدة سنوات عانى مايكل من الكوابيس بسبب فعل والده، والمرة الوحيدة التي تحدث فيها مايكل جاكسون عن طفولته كانت مع أوبرا وينفري، حيث قال أنه كان يبكي بسبب وحدته وهو طفل رغم أن له أشقاء كثيرون. لاحظ الكثير الموهبة الغنائية الكامنة في عائلة جاكسون، فنجح الأب في أن يكون فرقة موسيقية لخمسة من أولاده مع بداية عام 1962، وكان يطلق على الفرقة اسم جاكسون 5، وكان تقديم العروض في الملاهي والحانات في مدينة جاري. بعدها قامت الفرقة بتقديم العروض في المسارح الكبيرة. في منتصف عام 1997 أصبح مايكل المغني الأساسي والأول في الفرقة، فقد برز مايكل بين إخوته لطبقات صوته العالية وحركته المستمرة على المسرح. وخلال تلك الفترة كانت الفرقة تقدم أغان كلها إعادة تسجيل لأغان سابقة. في عام 1969 أطلقوا أول أغنية لهم وكانت بعنوان I Want You To Back. حققت الأغنية نجاحا ساحقا، تغلبت حتى على أغنية لفرقة البيلتز الشهيرة، واستمر نجاح الفرقة لمدة عامين. في عام 1971 أصدر مايكل أول أغنية فردية له Got To Be There. استمر مايكل في تقديم أغاني منفردة، ولكنه لم ينفصل عن إخوته في الفرقة لعدة سنوات تالية رغم انخفاض شعبية الفرقة بدرجة كبيرة. في عام 1978 تمت دعوته للعمل والتمثيل بجانب ديانا روز في فيلمها The Wiz، الذي كان فيلما غنائيا، ولكن الفيلم للأسف كان كارثة سينمائية ولم يحقق النجاح المرجو منه، إلا أن الفيلم كان سببا في إعادة مايكل للأضواء كفرد وليس كجزء من فرقة جاكسون. نقطة التحول الكبرى في حياته المهنية كانت مع إصدار ألبومه الأول Off the Wall منفردا بعيدا عن الفرقة، والذي شارك لأول مرة في كتابة بعض أغانيه. حقق الألبوم نجاحا ضخما للغاية، وحصل مايكل على أول جائزة له، وهي جائزة American Music Awards، وذلك في عام 1980. قدم مايكل بعدها أول أفلامه الناجحة، وهو فيلم E.T. وهو الفيلم الذي غزل الأسواق والعقول أيامها، حتى أصبحت صوره في كل الشوارع. بعد الفيلم بأسبوعين صدر ألبوم Thriller، أو بالأحرى هبت عاصفة ألبوم Thriller الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر ألبوم مبيعا في العالم، فقد حقق مبيعات تعدت 113 مليون نسخة. ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته تربع مايكل جاكسون على عرش الموسيقى في العالم لسنوات طويلة، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية
21 مرة طوال حياته. وقد قدرت إجمالي مبيعات ألبومات جاكسون ما يفوق 750 مليون نسخة، أي أكثر من ضعف عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية. أجرى مايكل جاكسون من 25 إلى 40 عملية تجميل طوال حياته، ودائما ما كانت تنتشر الإشاعات حول إدمانه لعمليات التجميل، كما أطلق عليه البعض العنصري الهارب من جنسه، رغم أن الطب لم يكتشف علاجا يغير لون صبغات البشرة إلى اليوم. والحقيقة أن أغلب هذه العمليات كانت بسبب حوادث تعرض لها أو أمراض يعاني منها، والتي كان أولها أثناء تصوير إعلان لشركة بيبسي عام 1984، حيث اندلعت النار في شعر جاكسون مما سبب حروقا بالغة في رأسه من الدرجة الثانية. وقامت شركة بيبسي بتعويض مالي لجاكسون عن الحادثة، ولكنه تبرع بالمبلغ وأنشأ مستشفى للحروق. كما أصيب بمرض البهاق الجلدي فيجلجو والذئبة الحمامية في عام 1993، وهو مرض نادر يتسبب في فقدان لون البشرة، ولذلك كان يكثر من وضع مساحيق التجميل لإخفاء تلك الآثار، لكنه فشل في ذلك فقرر تغيير لون بشرته وإجراء أكثر من عملية تجميل. عملية تجميل أنفه جاءت بعد أن كسرت خلال رقصة تدريبية في عام 1979، ولكن العملية لم تنجح، وأجرى عملية أخرى عام 1980. كان يعاني من مشاكل في التنفس بسبب العمليتين، ولكنه قبل كسر أنفه كان يردد دائما أنه يريد تغيير أنفه بسبب أن والده كان يطلق عليه صاحب الأنف الكبير. قدم مايكل جاكسون في عام 1985 أغنية خيرية بعنوان We Are The World، وذهبت جميع أرباحها إلى محاربة المجاعة في القارة الأفريقية. الأغنية بيعت جميع نسخها البالغة 8 مليون نسخة خلال أول أسبوع من طرحها، وهي أكبر أغنية مبيعا في التاريخ. تزوج مايكل جاكسون عام 1994 من ابنة نجم الروك الشهير ألفيس بريسلي، ولكنهم انفصلا بعد عام ونصف فقط، ولديه ثلاثة أبناء هم برينس وباريس وبلانكيت. رقص مايكل جاكسون كان من أهم عناصر نجاحه بالإضافة لصوته الرائع، ولم تكن الحركات الغريبة التي يؤديها كالميل إلى الأمام بزاوية خطيرة هي خدعا بصرية، وإنما في حقيقة الأمر أنه سجل براءة اختراع حذاء يساعد على القيام بهذه الحركات، بالإضافة إلى تجهيز أرضية المسرح بمعدات تساعده على القيام بهذه الحركات الراقصة. كان مايكل جاكسون من أكثر المتهمين بالتحرج الجنسي بالأطفال، ولكن تم تبرئته من تلك التهمة، كما صرح في أحد الأفلام الوثائقية التي تحدثت عنه أنه كان يتقاسم السرير مع الأطفال، ولكن ليس لغرض جنسي بل لأنه يحب براءة الأطفال. أما عن هوايته فقد كان يحب تسلق الأشجار، وكتب عددا من الأغاني وهو يجلس فوق شجرته المفضلة التي أسماها شجرة العطاء، كما كان يمتلك حيوانا أليف محبب له وهو شمبانزي أطلق عليه اسم بوبليس، وكان يعلمه السلوك الآدمي ليتصرف بلباقة، وكان يعامله كابن له، كما كان يعلمه أيضا رقصة مشية القمر الشهيرة. قام جاكسون بكتابة السيرة الذاتية والتي استغرق كتابتها أكثر من 4 سنوات، وكانت من أكثر كتب السير الذاتية مبيعا حول العالم. وفي 25 من يونيو لعام 2009 صعق العالم بخبر وفاة مايكل جاكسون، حيث توفي نتيجة جرعة زائدة من عقار بروبوفول، نقل على إثره إلى المستشفى وتمت محاولة إنعاشه لمدة ساعة لكنه فارق الحياة. لم تشهد وسائل الإعلام حادثة مثل حادثة موت نجم بحجم مايكل جاكسون، ولعلها لحظات نادرة أن تتفق كل وسائل الإعلام على حقيقة أن لا شيء أهم في هذه اللحظة من موت ملك البوب جاكسون، حيث طغى موته على مشاهد النزاعات والتفجيرات ونشاطات رؤساء الدول، كما طغى على أخبار البورصات العالمية وارتفاع وانخفاض الدولار. يقال أن مايكل جاكسون قتل عمدا من طبيبه بعد حقنه بجرعة زائدة من البروبوفول تسببت بتوقفه عن التنفس، ولكن ذلك لم يثبت حتى الآن رغم اقتناع الكثيرين به. ورغم الغموض الذي اكتنف الوفاة الفجائية لنجم البوب الأمريكي، ورغم العديد من التكهنات التي صاحبت وفاته، إلا أن الكثير من محبي جاكسون تركوا كل هذا لينشغلوا بشيء واحد فقط، وهو هل مات جاكسون على الإسلام أم لا؟
فهناك بعض الحقائق في حياة جاكسون قد تشير إلى اعتناقه الإسلام، والبعض الآخر ينفيها.